النمر حاجة عاملة هكا فهاي قرحيك لا ولا صافي بليزير فما برشا تسكت أسأل يلا صافي بليزير ببليك مخلط محلية هذه توس لحبوها بنات متدينين سيب الخمار جيل عائلات والله ما هي صافي بليزير اللي بدينا على الاخر واحدة يا رب سامحني انا غالب سيب لي فرق الله يا رب راكسو والله غنيهم كان في تونس بوليسية زادة تبارك الله عليهم موجودين سيف سبيسيال موجودين حتى في البحر الداخل يعوم يتباع بحوق بوليس عرفني بال ماكو في دوم واحد متنكر فوق راسه قرنيته هكا ما يعسوا على التوريست اي مرش حاسلك بطاقة تعريف توا تمشي تهز معاك بالم وشورت وزوز سوا والله قوي ياسر ليه قوة مش تو بوليسية ياخذوا لي زورد ولا مساكن قوة الداخلية بتاعنا بعد ما مشاو التوريست يعسوا عليهم بعد ما قطعوا جاو يحميوا فيهم حكومة يا راو حكومة بلهاء لا قوة فاس وخسرت فاس تكسوسة في عود يسكت الشيوبة بتاعنا قالوا له الفرنسيس راهو قالوا له قرر قالوا له كيفاش يموتوا وين السيكوريتي في البحر قال لي في بالنا باش نبداو له 31 قال راهو قالوا انا تيروريستي يروحوا له 31 تونس هما فاكونز يجيو يخدموا له 31 تيروريست قبل 31 قلت لا مش باش نقتلوا ما نقتلوش والله حشمتونا انتو لي كا والله ملا شعب مش نورمال هاك تشوف اللي قرر بالشعب التونسي راهو نحب نفهم انا راهو تعرف اسمعني انا في مسرحيه معناها نحب نفهم الشعب التونسي شنو تحب نفهم باش نفهم الشعب التونسي تجيب بسيكياتر والبسيكياتر تجيب له بسي 5 وبسي 6 بعد توفى بالبسيس الناس كل وتريح فيها وما حد ما ينجم يفهمنا حتى حد شعب عايش بالمقلوب هاك تشوف قد ما هي الماكله بعضها قد ما نجحوا شيخين هاك تشوف قد ما التيروريزم يشتغل ها واحد فماش فلوس تلفزه تشوف تلفزه تشوف الشعب التونسي تقول مش حيوان نفس الشعب تشوف الاخبار الهم يهبطوهم في الاخبار بس كل ولا هاك تشوف الظروف تاعنا والدنيا وما فهم حد شيء وهكا ولا ما ناكلوش وما نشربوش وكيلو فلفل ب 4000 ولاد ذكرتوا عمي والتونس شدهم كريس كان على الفلفل والدنيا الكل غلط ما شدهم كريس كان لا والكيلو فلفل ب 4000 والكيلو فلفل ب 4000 يشري البطاطا يا هاك تشوف الشعب التونسي شيخ تخرج لبرا تلقى المسرح معبي الدنيا نجيبوا بفلان ليه مش فاهمين وليه وقد في بالهم قدموا في بالهم باش يفجعونا ويخوفونا ديما نسمعوا هاك تشوف انا حطيت موسيقى وناس كده قلت الدنيا ماكله بعضها ماكله بعضها كرتوشي خيط كرتوش يا ماما يجي يخرجي يخرجي وينو كرتوش وينو كرتوش سايب عندنا شويه كرتوش خلها بلون عمك مات وين شعب ما تفهموش يخلوا ذك تبعوش خير وتحب تعرف التونسي التونسي راه حزام ويحكم فيه مش مخه راه عنده حزام في مخه يعملها تحب تعرف التونسي كي تاع شخصيته وشنو خدمته ما تحكيش معاه يكذب عليك شوفوا يسطح البدن ما يكذبش راه الفم يكذب التونسي كي يشي حيرجع لاصله كنا فلاح على اللعبه طبيب يشتح يولي فلاح برا لعبلي تحب تعرف التونسي شنية شخصيته في الشتيح بالحق راهو تحب تعرف الشعوب شوف دنات شوف الفرنساوي يشطح شوف التونسي يشطح تفهم كل شيء كي تشوف الفرنسيس يشطحوا تفهم اللي هما شعب منظم النظام راهو اهم حاجه
فرنساوي كيبداش تحيد تحاسبها 1 2 3 4 droite gauche ريتم نظام ما يقلق حد. تونسي كيبداش تعترف بليون شعب ما همش. يوفيها في دار الجيران بعد. سامحونا عائلة واحدة يجوا معاه يجوا معاه يجوا معاه. شنو هذا؟ وشكون ماهمش الشعب التونسي؟ أمه ماهمشته اللي ربيته. شوف أمك تشطح تعرف كل شيء اللي يدي ماهمش. شوف العزوزة تشطح تتمم كل شيء. بس شوف أمك تشطح شوف الفرنساوية قبل الفرنساوية تشطح. ما يهمها في حد أحد. قلت لكم شعب منظم ودب ودب روحه ما يهموش في حد. ما يهموش في العينين وفي العباد. فرنساوية تشطح تبدا مع روحها وي جو سوي بيان جو ماميز. ما تغزل حد تبدا الشيخة وي مي جو ماميز تو تسالي. توصية تبدأ تشتح لازم تهبط الناس كل معها حد هيا هيا ويجا ويجا هيا 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 هيك فولة على هيك فولة على جيجا ويجا 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 مقلي ولا لكن نعمة الوحيدة اللي تبدأ تشتح وتاكل تبقلي وهي تبقلي ليش تحي وحدك بقلة لكن في زي الكل شعب التونسي نعم تحب ولا تكره عملنا ثورة العالم وقف مخ وقال كيفاش يحكموا فيهم ولا ما عاد يحكم فينا حد رو في بالك بعد سيرتون بعد ما عملنا ذومة الأربع سنين خلنا ذومة ما يحكم فينا كان ربي بعث لك زلزال ولا شلال للسباح ولا دياريبة والله شكون شحكوا فينا وليه فما ناس في بالهم حكموا فينا في بالهم دويو غدار الشعب التونسي حكموا فينا 3 سنين الاخرانيين حكومة الخرويكا نهضة في بالها ما هو ليه ربك تمانت للشعب التونسي كي الكاتوس جابها الثانية اش كانت الأولى جابها الثانية كانوا عندها الكراسي بتاع تونس الكل وينهم توا جابوا في آخر الانتخابات ساكوتي وغدار ليه قلت شعب تونسي كي لقي جرب كل 3 سنين حب حكومة اخويا تسياني ها الحكومات الكل جربناهم طب اذا تجيبهم من تركيا ولا من زاير فاهم نهضة تهنيت في بالهم خذوا كراسي الكل ارتاحوا قالك ما عادش بيحركنا حد الانتخابات الذوما لقوا عندهم 69 كرسي كهرباء شو يعملوا لهمش حتى تهونة والله كافيتيريا هذه ما تبقاها خش وهما راهو النداء تونس ترشحت من هنا ما استناوهاش راهو الشعب التونسي هما جاو الثانيين 3 أيام الاولانيين نتاع الانتخابات فماش ريحتهم روحوا للبلاد عيشوا في بلاد اسمها نهضاوه تلموا فيها نهضاوه نهضاوه منين من نهضاوه منين وعلى سماهم النهضه 3000 سنه راقدين واحد منهم قام قال له اش عملت قال له سموها النهضه يا سيدي يا سيدي سموها النهضه نداء تونس أتعس تخيل خير منهم علي سماهم نداء فماش ريحتهم توا واهي ما تعرفوا انتوما نحن سيرتو الفنانين وناس انتوما والشعب التونسي توا ملي عملنا ثورة العالم الكل يسأل فينا سياسيين وشنو الشعب وشنو الفن ترنيير مو قالوا لي وينو السبسي من رامج حتى التونس قال لك وينو من رامج وينو من رامج ريناه كان في الربيع قلت لهم ايه في الشتاء ما يخرجوش برد كورون دير لفينو يبدا مقمتينو في القصر وفي السيف تسخن سخانه كيف كيف يبدا حاطينو تحت واحده سلجم لفينو بالجلاسون كي الحوت خرجوه في الربيع هكا وتعقلوا تزوك 3 أيام الباقيين خرجوه كي الوزغه يتشمس هكا ورجعوه قلت لك نهضه هما ما استناوهاش راهو الشعب التونسي والله راهو الشعب التونسي رد بالك اخدر العمالقة خلي هما ما استنوهاش كانوا شاتين الكراسي كنت طب اقعد كراسي بتاعنا انا رجعوهم والحق ما صدقوش صدقوش خل بعد عملوا رواحهم ما تغشوش تذكروا بعد العريف 3 أيام خرج قال نحن رضينا بالموضوع وحمد لله 69 كرسي 69 في بوزيسيون تري كونفورتابل Oh, yeah.
لا لا استنى استنى خد فهموا فيه الموضوع زي يعني. انا المهم مش كلمة 69 درا شنو اللي قلت، اهم حاجة لبوبليك كيفاش تقسم على ثلاثة منو يعني. عندك النوع اليوناني اللي نيتهم افسد من نيتي، انا مازلت ما كملت 60 وما انا في كبسات مخمش مخو. وفما كالثانين الثانين اللي فهموا خاطر الاولانيين فهموا. هذيك عرفتك تو كنت تساعدك فريقتني بها كلمه المقلوب كنت تساعدك ياسر عاد توا توا هو. اما الثالثين اقوى مازالوا ما فهموا شيء. شفتوك نسيت كيف ساعدوا هذه ضحكة؟ في يومها هذه تسعة ستين في يومها تضحك؟ عدة رجلها انت هيا تكلم مش يومها فهماني اش بيعزيهم يضحكوا 69 اش في يومها 61 62 تخيلها تضحك؟ هيا سايب امي عاد شنو هما؟ الرجل بدا عاشق سايبيني سايبيني ليه فهمها لي توا؟ سايبيني تنوريها لك في الدار سايبيني. لا تولينا ربع ساعة بس أنا نسخ برا. لا عمش قولكم ربع ساعة معناها فما الناس ناس مرجعوا لهم فلوسهم سرتوك اللي بالقدر وعائلات والدنيا وتبهنيس لي قالوا لكم على المسرحية باش يغشوكم قال لكم عبد اللي بتاع السلامية ولا اليوم خمسة سنين قاعدين يقولوا ولا ستة العبد اللي ما يتمشالوش وشيتوا اي اوبليجي جابوكم رفلوكم تحملوا ساعتين بسيب جابوهم. لا هما راهو جنرال مش من كلامي انا حاشمين من بعضهم. تبدا تتبانس يعيشوا على بعضهم يضحكوا ولا عسلوا بالنهضه اخويا ما قبلتش الحكايه. نداء تونس هي ترشحت من هنا تقول شعب كان مكبوت. من غدوه نساو رجال بلا عين ويشطحوا في البلاد. الشارع كله معبي منهم واحد نهضوي يشطح بالعوا معاه. عيط له قلت له ما تحشمش نهضوي بالعوا قال لي كنت مهندس. واحد قال لي شبيه ملي شد الباجي الناس الكل بلعته قلت له يبيع في الشارع. في البلون ما عادش في النوار. والله تلواحد تلما واحد بالعوا كل مره عرضني قال السلام بلاي قال لي شهر ندور من البار لبار بار لمن وين بعد عرضته نخلة بنت هو خارج من البار بالو نخلة شوالي تحكم فينا نخلة بشوالي تحكم في تونس الخضراء سنة ساعة وبالا النخلة مش كانت تحكم فينا حمامة يا حمامة سنة النخلة خلنا نزلكوها مع الحمامة يا حمامة ثلاث سنين تحكم فينا ونحن ساكتين وانت تزق علينا والزق الزق الزق على روسنا ونحن ساكتين يا الزق ياسر الزق يا الزق وليه عاد توا مش تتعاملوا ما مش يحكموا مع بعضهم النحلة والخمامة شوالي النخلة تخلى ولا عمامة تزق واحدة تخلى والأخرى تزق برا الشدر على حكاية من الاخر يا حمامة نخلة شفتوها الشعب التونسي تتخلى ولو فيها واللي مش عاجبه يدو في السبسي يلا سامحوني شير باو على فكرة السبسي من اسموش نقولوا سبسي ونتعداوه سبسي مهفق الروم هذاك يحكم فينا نحن توا رئيسنا تحب ولا تكره ما تعرف كيف ولا رئيسنا ما لازمك تبع التاريخ مليح تقرا التاريخ مش اللي يقولوا في التلفزه العب لنا على العاطفه كيفاه عرفنا مازلنا نحبوا بورقيبه ايامات الانتخابات بتاعه كانت في الرشتوشي خرج من القبر بتاع بورقيبه في مستير ريتو خرج كي الفومبير لابس مرايات كحله هكا جيب شي بوتي جبدوا الواحد يشرب له دم سيبسي فور ايفر بون قال كلمة أول ما انتخبوا لتوا مخي وقف قال أنا نخمم في المستقبل قلت ظل يحكي على الجنة مش مازالك
انت انت تخمم المستقبل مازلنا ما تولدناش معنا زاد بابا يلحم فيهم بس فهمنا الموضوع بالضبط لكن زاد برجوليه قبيح قام الفاستيني دوخ ساعة اول واحد هند الرئيس فرنسا تكروشي نتحف بارد وقت هذيك راهو حتى حد من اسمي هند الاولاند راهو قد ما صبوه عمره ما تهند جاء فرانسوا اولاند قالوا بونجور فرانسوا ميتيران ميتيران توفى لي 100 سنة اولاند فيدو يلوه يلوه شوية كما تحف بارد يقولك ملكشي اولاند قالت ملكشي في تصويرة ميتيران مع البيات محتوتها في بالي وباش استغلوا الفرصة قال لك راجل كبير كبير وخرف وبدا ينسى ومرض بالهالزايمر يكذب سي با فري الباجي امبوسيبل يمرض بالهالزايمر الهالزايمر اصغر من الباجي في العالم سكر الكاميرا بالحق سكر انت غادي كاميرا يعني بيراتي في من ليبيا سكر قد ما زال من ليبيا تقول له مامستو عبد الله ايش علاقة ليبيا بواحد يحدي بيراتي في قول لك قاسم 5000 وانا قدامك ليله كامله تفرش فيه في التليفون مخك انت بون ليبيا نعرفهم كيفاش بيراتي ولا ما ظاهره مش ليبيا فاتك ظاهر سكتش ميك ما بيراتيش ليبيا عرفته ليبي ما سالته ولا حد شيء ليله كامله بيراتي فيا وريدته هكا التليفون ايش لك فيه دار قاعد بيراتي باجي وجماعة بالرسمي باجي تلعق بحمني في فازا كنت تذكر وقت الناس كل قالوا تفهم شوالي رئيس رجل كبير ومريض يا اخي خرج في التلفزة اللي حسن ملاشعر مباشرة قالوا تنزكت روحي تفرجوا فيا مريض ولا انا بيدي بنت سمحوني البنات هو قال نزكت روحي من غير ما نشعر تصورت وزكت تصور يا حاجة باجي ما تخافوش البنات باجي زقت راهو معناها تقول كرشه نتاع علوش العقل كسل في الكل لا ما تخافوش هذاك علاش صورت وقلت لكم انا كان فما حاجه خايبه راني ما قلت لكم هو اناتوميكمون اي سيونتيفيكمون الانسان كي يفوت 80 سنه شيء يتخلط ما عادش فما ما عادش لازم تحكم عليه وين ركبته وين الشهوه بيدو ما عادش يعرف وين هو راهو تو باش يدخل للتواليت يبدا يلوش عم ناول خليته من هنا يعني في بيزيد كرة كرتي لو جمعي عشوك لازم نلقاها تحملوا مسؤوليتكم فما كوبلويت الليلة بالشلايك تو شوية بوم شوف توا تعرفتوا ما نابل كي عائلتي ديما نجي والمسرح ديما شيخ انا باش نحكي لكم حكايه بيرسونيل ولا بالحق ميرسي حتى ما شكون يحب يسمع لا لا راهو في بالك سيكولوجيا قالك تظهر حكايه تافهه كي اللي يحب يصفق وما تخليهش يمشي ويمرض بها يولي في الدار يبدا ما خلونيش ما خلونيش انا ما خلونيش انا ما خلونيش قولوا مرتو تاكل ما خلونيش انا وين ناكل ما خلونيش في الليل يبدا ريقد هذه شاطر فما حكايه مش نحكي اي والله هذه الشيخ وبيها حسيتها مدام عزيز صار يتعارك انت والراجل انا ما خلونيش انا ما خلونيش فك يومي ما صفقتش انا ما صفقت فك يومي فك يومي صبا صبا اي بسيط فما زاد راهو باش نعطيكم فازه زاد راهو في الجمهور فما كان يلقف فيزع فما اللي يلقف في الوقت فما كان يحب له فما شكون بعد المسرحيه ما يعمل شيء وبعد يبدا يتسكر يبدا يروح في دوار ريتو ما تروحوا هو مازال في بتاع شتي هذيك اي فما تكلاس بالعباد مش ناس كل فرد مخه وفما اللي فهم قبل ما يجي يبدا جاي في بعيد اخ شنو ياسر هذاك في الكيشي يتصرف بك في برا بحدك حق عليك تصرف كي لمنا ماك شيخ والله برا عادي هذاك عاد فما قلت لكم اللي يحب يصفق
وفما الكبنت وفما اللي فما بالردال وفما الركيك. اللي يقول لك والله خلنا نعمل له فاز العبد الله. بعض اصحابي يقولوا اش عملت سي فسدان والله يا عبد الله كيفاه هبطت.